السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في جنيف تتواصل ولليوم الثالث المفاوضات بمشاركة وفد حكومي ووفود أخرى من جماعات المعارضة برعاية دولية. يأتي هذا ضمن ما أعلنه المبعوث الدولي ديمستورا من بدء محادثات غير مباشرة بين وفد الحكومة السورية وممثلين عن المعارضة في الخارج، وإنها ستكون على ثلاث مراحل تنتهي بخريطة طريق لحل الأزمة القائمة، محذرا مما سميت بالخطة باء، وهو ما يروج له بتدخل عسكري دولي في سوريا في حال فشلت المباحثات. سادتي الكرام المشاهدين، لكي نرى الصورة كاملة نتابع هذا التقرير الذي أعده لنا الزميل ميثم أمين، ولنا عودة، تابعونا. الأزمة السورية تدخل عامها السادس، وأنظار السوريين وقلوبهم تتجه نحو جنيف، والأمل المتبقي سواء أكان كبيرا أم صغيرا يبقى الخيار الوحيد بعدما أتت الحرب على مدن بأكملها وتفرقت الملايين بين ضحايا ومهاجرين. هذه الصور المأخوذة أواخر العام 2015 تحكي بصمت عن الدمار في مدينة حمص التي عاشت الأزمة منذ بداياتها في أشد مراحلها، تعود بالذاكرة 70 عاما إلى برلين بعد سقوط النازية. ولكن في مطلع العام السادس للحرب كانت برلين في طريقها نحو السقوط، بينما تلوح في أفق دمشق بوادر الخروج بالحل السياسي، والعالم الذي كان حتى العام 2014 ينادي برحيل الرئيس بشار الأسد بات يدعو إلى وضع السلاح، ولم يعد يرى رحيله جزءا أو شرطا للحل. ورغم ذلك ما زالت المعارضة مصرة على موقفها القديم، ناسية أو متناسية أنها لم تحصد سوى الخيبة في زمن الدعم الدولي لها، حيث المواقف الأمريكية والدعم المالي والعسكري للجماعات المسلحة من قبل دول الإقليم. فكيف وقد باتت هذه الدول تؤمن بأن ما قالت عنه إنه مسألة أيام غير ممكن فعليا؟ السوريون يرحبون بالهدنة وقرار وقف إطلاق النار، لكن الأهم مسألة الجماعات الإرهابية كداعش والنصرة التي تسيطر على مناطق واسعة وقد غيرت وجه المدن التي سادتها الحياة المدنية عقودا طويلة. روسيا تسحب قواتها من سماء سوريا بعدما حققت أهدافها على أرضها، ودول كثيرة ترحب وتعد ذلك خطوة نحو اتفاق فشل في الوصول إليه، جنيف 1 وجنيف 2. أما الولايات المتحدة فتعلن أن السعودية مصدر للإرهاب وأنها استغلت الصداقة الأمريكية لأغراض طائفية. أما السوري فكل ما يهمه من هذا الصخب أن تضع هذه الحرب أوزارها. شكرا للزميل ميثم أمين على هذا التقرير. سادتي الكرام، بعد أن تعرفنا على مجمل المشهد، الآن نسأل ما الذي يجري في جنيف؟ هل هي محادثات الفرصة الأخيرة؟ ولماذا يحذر المبعوث الأممي ديمستورا من مغبة اللجوء إلى الخطة باء؟ هل هناك من يراهن على المفاجآت؟ وكيف نفسر النشاط الروسي المتنامي في جنيف؟ وكيف نفسر البرود الأمريكي؟ طيب لماذا أعلن الكرد فيدراليتهم تحت مسمى اتحاد شمال سوريا؟ ولماذا في هذا الوقت بالذات؟ هل هو استباق للأحداث لأن سوريا كما يقول البعض تمضي سوريا في طريقها إلى التقسيم؟ يعني ربما هي ورقة ضغط ليس إلا. هل يفكر ديمستورا مشاهدينا بكسب الوقت إلى حين تبلور اتفاق أمريكي روسي لتكفيا الأمم المتحدة شر المفاوضات؟ وماذا بعد 5 سنوات سوريا من الدم؟
بالجديد أهلا بكم سادتي الكرام والمشاهدين مشاهدي قناة بلادي في برنامج ما بعد الخبر من بلادي الفضائية. اسمحوا لي في بداية حلقتنا لهذه الليلة أن أرحب بضيوفي الكرام معي من بغداد وعبر الأقمار الصناعية مباشرة، الدكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية. دكتور سلام عليكم وحياك الله في برنامج ما بعد الخبر من بلاد الفضائية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور. كذلك اسمحوا لي مشاهدينا أن أرحب بضيفي الكريم وعبر الأقمار الصناعية مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت المحلل السياسي الدكتور وسيم بيزي. دكتور سلام عليكم وحياك الله في برنامج ما بعد الخبر من بلاد الفضائية. عليكم السلام وتحية لك ولمشاهدي قناة بلادي ولضيوفك الكرام. لك التحية دكتور. كذلك مشاهدينا على أمل أن ينضم إلي مباشرة عبر سكايب من جنيف المدير العربي للدراسات السياسية هناك الأستاذ رياض الصيداوي. كل التحية لضيوفي الكرام في حلقتنا لهذه الليلة. أبدأ معك دكتور عدنان ضيفي من بغداد. باختصار، هل هي محادثات الفرصة الأخيرة دكتور السراج بعد تلميح يعني ديمستور المبعوث الأممي بأن فشل المفاوضات يعني اللجوء إلى الخطة باء؟ تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أتصور أن ديمستورا يعني قد يكون في عجالة من أمره، هو يعتقد أن هذه البداية وقد تكاد تكون بداية لوضع معقد جدا. الوضع السوري وضع معقد، والتداخلات الأممية والإقليمية والدولية وحتى المحلية تكاد تكون معقدة بشكل يعني صعب على من يفتش عن الحل السياسي أن يخرج بأسماء ومسميات تستطيع أن تتفاوض، كما سماها اليوم الجعفري المفاوض الكبير السوري بأن هناك معارضات وليس معارضة واحدة. وبالتالي أجد اليوم المسألة تأخذ أبعاد على شكل خطة منهجية، لا يمكن أن تبتعد هذه المنهجية عن التصورات العالمية خصوصا بين روسيا وأمريكا. أنا أعتقد اليوم البرنامج الذي تم الاتفاق عليه في 27/10/2014 كان هو بداية حقيقية لتفاهمات أمريكية روسية في مسائل تتعلق بالحل الإشكال السوري. وبالتالي كان هناك اجتماع أيضا مهم في الشهر العاشر بين وزير خارجية أمريكا ووزير خارجية روسيا في موسكو، وعقبه زيارة أخرى إلى جنيف حيث تم الاتفاق على صورة حل الإشكال السوري بشكل واضح، وبدأت ملامح هذا الحل تتضح شيئا بعد شيء بعد تم الاتفاق على أن العدو الحقيقي هو داعش والنصرة ومن يحمل صفة الإرهاب. وبالتالي على الجميع أن يتعاون من أجل حل الإشكال السوري من خلال هذا المنطلق. فإذا المنطلق والشروع موجود، الاتفاق موجود، المنهجية موجودة، ولكن يبقى هنا ضربة الحظ التي من خلالها يستطيع ديمستورا أن يحقق توافقا على أقل تقدير من أجل تطبيق هذه المنهجية وهذه الخطة. اليوم من وقف أمام هذه الخطة كما تعلم المملكة العربية السعودية، كان تجد أن مسألة التفتيش عن حل سوري والبقاء بداعش والنصرة يضر بمصالحها الاستراتيجية ويضر بأسلوبها في حل المشكلة السورية. هاي أولا. ثانيا الأتراك لن يجدوا في مثل هكذا خطة ومرسومة، خارطة الطريق مرسومة بهذه الطريقة وفيها تشعبات وفيها تنفيذ نفذتها روسيا ونفذتها أمريكا. أيضا الأتراك وجدوا في مسألة الحل أمرا صعبا، وعليهم أيضا أن يتخذوا إجراءات معينة خصوصا بوجود الأكراد على المناطق الحدودية مع تركيا. إذن المسألة بهذا الشكل والمفاوضات تجري في ظل هذه التقاطعات. وتصور اليوم الجميع مدرك المعارضة لا تستطيع أن تقول شيئا، هي يمكن أن تفصح عن رأيها ولكنها لا تستطيع أن تفعل شيئا أمام الضغوطات الدولية. أنا أشكرك دكتور. أنتقل إلى ضيفي العزيز من العاصمة اللبنانية بيروت دكتور وسيم مجددا التحية بك. ما يعني من من الأطراف، هنا سؤال مهم، من من الأطراف الحاضرة في جنيف اليوم هي تراهن على الوقت أولا ومفاعيل مفاجآت فلاديمير بوتين ثانيا؟ تفضل دكتور. واضح تماما أن ديمستورا لا يملك رؤية متكاملة يسعى لإسقاطها على اللحظة السورية المعقدة كما تفضل ضيفك الكريم من بغداد دكتور عدنان. لكن ديمستورا وهو ينظر إلى سلفيه كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي يراهن على تفاهم روسي أمريكي حقيقي يفتح أمامه الطرقات. واضح تماما أن ما سمي بالمعارضة السورية بين مزدوجين
الخاضعة لإملاءات وإرادة المملكة العربية السعودية لا تملك خيارها الحقيقي، وهي حتى الآن تتخبط في تقديم المبررات الحقيقية التي يمكن من خلالها أن تقدم إضافة سياسية لوجودها بجنيف. لكن واضح أن الروس أمنوا في الفترة الأخيرة مجموعة من المتطلبات الأساسية في سبيل الدفع بلحظة التفاوض الحالية إلى أن تنتج بداية حقيقية لهذا السياق الطويل والمعقد. أولا الروس دفعوا باتجاه وقف الأعمال القتالية، طيب، باتجاه إدخال المساعدات. منذ 3 أسابيع أوقفوا غاراتهم الأساسية، وكان بالأمس التوقيت السياسي للقرار المفاجئ للرئيس بوتين والذي فاجأ به العالم أجمع حول لحظة اتخاذ قراره، وهذا يجعل الأمريكيين جديا بموجب التفاهمات العامة والعريضة القائمة بين الطرفين مضغوطين بتقديم ما هو دكتور مطلوب منهم فعليا مقابل كل هذا التسهيل الروسي وكل هذه النوايا الحسنة المجسدة بالوقائع على الأرض. أنا أشكرك دكتور. الآن مشاهدينا ينضم إلينا عبر سكايب مباشرة ضيفي من جنيف ومباشرة المدير العربي للدراسات السياسية الأستاذ رياض الصيدا. أستاذ رياض مرحبا بك وحياك الله في برنامج ما بعد الخبر من بلادي الفضائية. يعني يقال أن فرص نجاح هذه المفاوضات تبقى مرهونة بتوافر الإرادة الحقيقية لكل الأطراف السورية، الأمر الذي لا ينسجم مع سقف المطالب والشروط المرتفعة لوفد معارضة الرياض، هل تتفقون مع من يذهب إلى هذا الأمر؟ تفضل أستاذ. نحن في مفاوضاتنا طبعا نعيش وأعمل في جنيف المركز، هذه تقريبا جنيف 3، يعني نحن نعيش إن صح التعبير سياسة خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الوراء. كيف؟ بعض الأحيان ثم أمل تنفرج الأمور، وفي بعض الأحيان تتعقد أكثر. المفاوضات ما هي علم المفاوضات في العلاقات الدولية؟ كل طرف، طرفين متفاوضين، كل طرف يقدم تنازلات بالقدر الكافي التي ترضي الطرف الآخر، وفي نفس الوقت لا يفقد قضيته في حالة التوازن، أو في بعض الأحيان مفاوضات بين منتصر ومنهزم. الإشكال في سوريا هو تدخل أطراف أجنبية تقول معارضة الرياض، والمعارضة هي معارضات في سوريا ليست معارضة واحدة، وهذا ما يعقد أكثر المسألة، لأن كل معارضة يبدو أن لها ارتباط أو علاقة ما بدولة معينة قد تستمع إليها كثيرا لما يتعلق الأمر بالتفاوض. ثم نقطة أخرى أيضا هامة جدا، وهي هل أن كل من يفاوض يمتلك السلطة، يمتلك القوة، يمتلك السلاح على الأرض؟ نعرف أن الميدان السوري موزع القوى الضاربة الأساسية، الجيش العربي السوري من جهة، ثم داعش، ثم جبهة نصر أي القاعدة. فهل أن المعارضات المعتدلة قادرة فعلا على الحديث باسم من؟ هل قادرة على تغيير الساحة العسكرية؟ هل قادرة على تغيير التوازنات العسكرية؟ لا، يبدو أن الجيش هو فقط هو الذي يقاوم. إذن ثم تعقيد كبير جدا في جنيف. هنا بعض أطراف سياسية قد لا تمثل، بعض أطراف أخرى تمثل، مثل الأكراد يتم استبعاده أو تغييبه إلى آخره. إذن نحن لسنا في جولة الحسم الأخيرة، طيب، لكن بكل تأكيد أن كل الأطراف المشاركة اليوم تؤمن على الأقل في جنيف بأن الحل سياسي، بأن الأزمة السورية أو المأساة السورية التي يسميها قد تجاوزت كل الحدود، أصبحت تراجيديا عربية، طيب، في سوريا، فيجب إيجاد حل سلمي سياسي. لكن طبعا هذا الحل السلمي السياسي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشمل التنظيمات الإرهابية مثل داعش أو جبهة نصرة، طيب، لأنه حتى مجلس الأمن يعتبرها رسميا تنظيمين إرهابيين. طيب أستاذ رياض، يقال أن روسيا في قيادتها للعملية السياسية هي أكثر حضورا وفعالية من الجانب الأمريكي، هل أنت متفق مع هذه المقولة؟ نعم، يبدو أن روسيا منذ تدخلت عسكريا وبشكل قوي في الواقع في الأشهر الأخيرة، يعني السنة الأخيرة بدأت تدخلها تدريجيا، استخدمت كثير من المرات حق الفيتو في مجلس الأمن،
إلى جانب الصين حتى لا يحدث أي تدخل عسكري في سوريا، لكنها مؤخرا بينت أنها حازمة جدا أنها تريد أن تقول بعلم العلاقات الدولية بعلم السياسة سوريا هي مجال حيوي سباس فيتال ليا، وهي آخر مكان ليا في منطقة البحر المتوسط وحتى الشرق الأوسط والوطن العربي، إذا لا تريد أن تفقدها هكذا، خاصة أن التدخلات الخارجية كانت كثيرة جدا، لأنه صحيح لم يحدث تدخل عسكري مباشر في سوريا، لكن حدثت تدخلات استخباراتية ما نسميه بالحرب السرية، لا جاء سكانت حرب السرية أي بدون تدخل عسكري مباشر. إذا أمريكا حسب رأيي فهمت الضوء الأحمر الروسي وتراجعت تدريجيا، بدأ تراجعها الحقيقي حينما سلمت بالسلاح الكيميائي السوري. نتذكر أن طبور الحرب قد قرعت وأن قصف دمشق كان بين قاب قوسين، ثم في آخر لحظة قالوا أن خلاص الأسلحة الكيميائية ستسلم وحفظت ما وجهها وبدأت تنسحب لصالح الحضور الروسي. نعم الحضور الروسي أقوى من الحضور الأمريكي في الأزمة السورية. أبقى معك أستاذ رياض الصيداوي، ومع الاعتذار لضيفي العزيزين ولكن لضيق الوقت أريد أن أستثمر الوقت مع ضيفي عبر سكايب مباشرة. أبقى معك أستاذ رياض، لنعرج إلى قضية الكرد. برأيك ما الذي يعنيه إعلان الكرد فيدراليتهم أو قيام نظام فيدرالي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم على أن تسمى اتحاد شمال سوريا؟ أستاذ رياض، كيف سيؤثر ذلك على مسار التفاوض في جنيف برأيك؟ تفضل. هذه الخطوة الكردية المتضرر الأول منها هو تركيا. تركيا حست بالرعب فعلا من مثل هذه الخطوة، وهي التي تضغط على واشنطن وعلى حلفاء الغربيين، لأنه لا يجب أن ننسى في أي لحظة من اللحظات أن تركيا عضو نشيط جدا في الحلف الأطلسي، وهي قطعة أساسية في الحلف الأطلسي، وقدمت خدمات جليلة كبيرة جدا للحلف الأطلسي سواء في الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي أو حتى الآن في الأحداث العربية الجارية في سوريا وغيره. فعينما تعلن نوع من الفيدرالية، نوع من السلطة الذاتية الكردية، فأن تركيا تخاف، تحس بحالة رعب من القضية الكردية أن تنتقل العدوى إليها، فهي التي تضغط إذن بعدم إيجاد أي سلطة بشكل من الأشكال في سوريا، بإيجاد أي سلطة كردية، وهي ما تدخلت لقصف الأكراد في سوريا وليس لقصف داعش في سوريا. إذن هي المتضرر الأساسي في هذه العملية، وعدم وغياب واستبعاد الأكراد في مثل هذه المفاوضات في جنيف هو حسب رأيي بدرجة أولى، وأكرر بدرجة أولى، بتأثير وضغط تركي كبير جدا، لأن تركيا قد تقبل بأي إمارة داعشية أو قاعدة بجانبها، لكن لا تقبل بدولة أو سلطة حتى مجرد ستراكشر، يعني بنية سلطة كردية على حدودها. طيب أستاذ رياض، أبقى معك، يعني ضيفي العزيزين الدكتور السراج والدكتور بزي اتفقا على أن مبعوث سوريا، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا، إلى الآن لم يجد الأرضية المناسبة والخصبة كما يقولون. أنت تتفق مع ضيفي العزيزين أن دي مستورا إلى الآن لم يجد هذه الأرضية الخصبة؟ نعم، هو شوف دائما الإشكال في العلاقات الدولية، نحن العرب نعتقد أن الأمم المتحدة هي جهاز تنفيذي، كانها دولة جديدة إضافة إلى الدول الموجودة. الأمم المتحدة هو وسيط، لأنه أكرر أنه ميثاق الأمم المتحدة، ميثاق الأمم المتحدة فيه الفصل السادس والفصل السابع. الفصل السابع هو الذي يعني بالتدخلات العسكرية المباشرة حينما يهدد السلم في أي دولة معينة. الفصل السادس الذي يستخدم الآن ويتم الاتجاه إليه هو القيام بمساعي حميدة، القيام بمساعي حميدة من أجل استتاب السلم ومن أجل تحقيق السلم عبر المفاوضات. إذن هو وسيط ميدياتور، يعني يحاول أن يقرب وجهات نظر هذه وهذه، يستمع إلى موسكو ويستمع إلى واشنطن، يستمع إلى باريس ولندن وبكين والصين، دول بريكس ودول غربية للمعارضات السورية للنظام. إذن ليس لدي عصا سحرية دي مستورة حتى يفعل شيء خارج موازين القوة. أكرر، من يحدد الميدان في سوريا هو الدولة السورية من جهة، وبعض المعارضات، لأنه كما قلنا التنظيمات الإرهابية معزولة، ثم القرار أيضا موسكو وواشنطن فاعل جدا في الأزمة السورية. أما دي مستورة فليست لدي عصا سحرية، هو في نهاية المطاف فلنكن واقعين وعمليين، هو موظف. نعم أستاذ رياض، لدى الأمم المتحدة لا أكثر ولا أقل. أنا أشكرك أستاذ رياض، لعودة معك إن شاء الله بعد قليل، بالانتقال إلى ضيفي من بغداد الدكتور السراج. ضيفي العزيز دكتور السراج، يعني برأيك هل تتأتى أهمية جنيف اليوم لكونها
الأولى بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي بدأ سريانه في 27 من الشهر الماضي بشهر شباط، أم لأنها أتت بعد الانسحاب الروسي المفاجئ وموقف أوباما من السعودية وتركيا؟ تفضل دكتور. لا، نتصور جنيف اعتبر انتصارا للمشروع الأمريكي الروسي، لأن كما تعلم الأمريكان والغرب أراد أن يغير نظام بشار الأسد ودعم هذا التوجه، وبالتالي في مرور الزمن انفلتت الأمور من بيد أمريكا بعد أن تبخر الجيش الحر وتبخرت المعارضة المعتدلة واختلف المعارضون والتنسيقات أصبحت متشتتة وكثيرة، وبالتالي أمريكا وجدت نفسها أمام مشروع تركي قطري سعودي لا تستطيع لا لأمريكا أي صوت لها ولا إرادة في إيقاف الحرب أو ما شابه ذلك. عند ذاك أيضا روسيا ابتعدت عن الخط بعناوين عدم التدخل في الشأن السوري مع أهمية سوريا بالنسبة لروسيا، عند ذاك أصبح خطر داعش والنصرة عقيما وواضح جدا على أمريكا وروسيا، وبالتالي بدأت التحالفات تسير بهذا الاتجاه من أجل العودة إلى مسك الزمام من جديد وعودة اللاعبان الكبيران إلى الأمر. فجنيف هي اللعبة الأمريكية الروسية بامتياز، وبالتالي أجد اليوم أن من يجري في داخل الساحة السورية سيكون له الوجه الآخر لتصرفات داخل العملية السياسية، أي بمعنى اليوم إذا كان هناك تحالفات إقليمية فأعتقد اليوم تركيا وإيران اتفقتا على وحدة الأراضي السورية، بينما اللاعبان الكبيران تركاها مفتوحة للفيدرالية. إذن هناك توجهات معينة داخل هذه اللعبة والتوجهات إقليمية أيضا مختلفة، وبالتالي تجد اليوم الحكومة السورية تسعى إلى أن تكون هي صاحبة الرأي وهي صاحبة الجمع لحوار سوري سوري. على هذا الأساس كيف يمكن للديمستورا أن يخرج بحصيلة معينة بين واقع دول يريد شيء وواقع إقليمي يريد شيء وواقع محلي يريد شيء؟ فإذا هو وسيط، وهذا الوسيط يجب أن يجمع بين هذه الشتات وبين هذه الأفكار. بالتالي أنا أجد اليوم أن وضع جنيف هو وضع سياسي بحت لا علاقة له بأي إجراءات عسكرية على الأرض. نعم الروس جعلوا من حكومة بشار الأسد والحكومة السورية والجيش العربي السوري هو القوي في مناطق معينة على مدن الساحل وصولا إلى قطع الحدود على تركيا وصولا إلى حلب وحمص، وتكون رقة مشتركة بين الأمريكان والروس لتحريرها. عند ذلك ستكون هناك قوة حقيقية، قوة الدولة والمعارضة، إذن سيكون هناك اتفاق سياسي بين الدولة والمعارضة. على هذا الأساس تتقاسم السلطة وتبدأ عمليات إدارة الحكومة انتقالية وغير انتقالية. هذا المعنى الرئيسي لجنيف. أما مساعدات للاجئين وأمور أخرى ومحارب هذه كلها لا ترتقي إلى مستوى الاتفاق لأنها أصلا نعم موجودة. أنا أشكرك دكتور عدنان. بالانتقال إلى ضيف العزيز من لبنان دكتور وسيم، في جنيف لافروف أشاد بالسعودية، برأيك ما الذي يجري؟ يعني هل نرى أو نرى طبخة ما من نوع ما؟ يعني ماذا وراء محاولة وزير الخارجية سيرجي لافروف عودة السعودية كطرف مؤثر ووصي في العملية السياسية الجارية في جنيف لتأمين الاستمرار؟ كذلك يعني ناهيك على أنه روسيا دفعت ثمنا سياسيا مسبقا للضغط السعودي على معارضتها السورية للاشتراك في جنيف. دكتور وسيم تفضل. واضح تماما أن موسكو بقرارها المفاجئ منذ يومين سعت أولا لتنتقل من دور الطرف إلى دور الوسيط الذي يملك مرونة وهوامش أوسع. حافظ الروس على علاقتهم بالسعوديين، وهناك حديث عن زيارة ملك السعودية خلال هذا الشهر إلى موسكو، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن قواسم اقتصادية مشتركة لا زالت موجودة بين الروس وبين السعوديين. الأمر الرابع هو مسألة أسعار النفط ورغبة الرئيس بوتين الملحة برفعها إلى حدود $50، لكن هذا كله نعم دكتور مثل بعض المديح الذي أطلقه وزير الخارجية الروسي، حالة إغراء للسعوديين للدفع باتجاه تقديم تنازلات حقيقية في الملف السوري، لم نشهد منها فعليا حتى الآن أي مضمون سياسي يركن إليه ويمكن أن يشكل انعطافة في مقاربة السعوديين المتوترة والمتصاعدة لما يجري في كل ميدان الإقليم. ولا يجب أن ننسى أن الروس مرروا قرار مجلس الأمن 2216 المتعلق باليمن،
وبالتالي أيضا في الملف اليمني يملكون واقعا مرنا تجاه السعوديين. المسألة الآن هي عند القيادة السعودية الجديدة التي تمارس منذ عام سياسة خارج المألوف التاريخي للسياسة السعودية، وتندفع إلى مجموعة من الحماقات الكبرى على أكثر من ساحة، منها ساحة لبنان وساحة سوريا وساحة اليمن. وسنكشف خلال الأسابيع القليلة القادمة كم مثل هذا الاستثمار الروسي على أمل تعديل جوهري في السياسة السعودية القادمة. أنا أشكرك دكتور سيب. انتقال إلى ضيف العزيز دكتور السراج، ضيفي من بغداد، ريك فرانكونا، عذرا، محلل الشؤون العسكرية في شبكة CNN الأمريكية، يرى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلم أن على الرئيس السوري بشار الأسد الرحيل، طيب، وأنه لن يغامر كثيرا في سوريا في سبيل إنقاذ الأسد وحسب. تعليقك دكتور. لا أتصور ذلك. الروس لديهم تصورات استراتيجية في سوريا وفي منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي تصبح سوريا نقطة ارتكاز مهمة نتيجة للعلاقات القديمة مع السوريين، وأيضا للواقع المستقبلي لمنطلق العلاقة بين الروس ومنطقة الشرق الأوسط. نعم، قد تكاد تكون علاقاتهم الاقتصادية مع الخليج بشكل متصاعد ومتنامي، لأنها لا ترتقي إلى مستوى البعد الاستراتيجي والجيوسياسي في تلك المنطقة، خصوصا إن سوريا تلعب دورا مهما في مناطق تتعلق بالربط بين الدول التي تسمى بدول الإسلامية لروسيا. هذه لها علاقة مهمة جدا في مسائل أخرى، هي مسألة التوازنات الدولية في المنطقة. اليوم الروس دعموا الحكومة الشرعية في سوريا نتيجة لإيمانهم بالسياسة العامة، لأنه لا يمكن أن تتم حل الإشكال السوري دون وجود حكومة أو دولة يقودها رئيس منتخب، وبالتالي هم من هذا المجال يتحركون، وعلى هذا الأساس سوف ينتهون، وهذا ما يمكن أن يقال. طيب، اليوم الانسحاب الروسي لن يشكل انسحابا كليا، هو انسحابا جزئيا للقوة الرئيسية، أما مسألة الدفاع عن الدولة السورية ونظام بشار الأسد لا أعتقد روسيا ستتخلى عن هذا الوضع، لأنها هي التي بدأت السياسة، ولا بد أن تنتهي هذه السياسة بالاتجاه الذي يعطي إشكالا كاملا على أن المقابل للروس لا يستطيع أن يفعل شيئا في سوريا إلا بقول روسيا وتدخلها. هذا واضح جدا. اليوم أنا أقول اللاعب الرئيسي في تلك اللعبة سيكون واضح جدا أنه مقيد بشروط، وهذه الشروط عليه أن يتقيد بها. أول هذا الشرط أن يكون محاربا لداعش والنصرة، أي بمعنى الشرط الأول هو حرب داعش والنصرة، هذه نقطة سطر. الشرط الثاني الذي من خلاله تبدأ العمليات التفاوضية القبول بحكومة مشتركة، أي بمعنى أن هناك حكومة مقبولة من قبل كل الأطراف، وهذه الحكومة تتشكل لديها نفس الجيش ونفس الآليات ونفس المؤسسات، وتجري انتخابات معينة، ثم يبدأ هذا الجيش بمحاربة داعش والنصرة بمساعدة أممية ودولية والمساعدة الروسية. والخطة باء هي نفسها الخطة إذا في حالة دعمت الاتفاق في جنيف أو لم تدعمه، هي نفس الخطة، سيكون هناك تدخل مشترك عسكري. نعم، هناك يعني في المحصلة تعلن الخطة باء في حال مثل هكذا اتفاقات. طيب، انتقل الى دكتور وسيم. دكتور وسيم، برأيك كيف سيتعامل ديمستورا مع قضية او معضلة 5-8، يعني نقاط الدكتور الجعفري مع نقاط وفد الرياض؟ من الواضح ان الوسيط الاممي، نرجع له، ستيفان ديمستورا يحاول قدر الامكان في غياب الافكار والمبادرات العمل على كسب الوقت. هل تتفق معي في هذه المقولة؟ أكيد، هو يعرف أن الواقع الحقيقي بين الرؤيتين هو واقع متصادم، حينما يخرج كبير المفاوضين بما يسمى وفد الرياض إلى جنيف ليتحدث عن حل إما بإزاحة الرئيس الأسد على قاعدة المرحلة الانتقالية أو بقتله، ومعروف أن محمد علوش يعني هو من الفصائل التي تلاعب الأمريكي مع حلفائه الإقليميين على مسألة تصنيفها إرهابية، وهي فصائل أساسية تعتنق الفكر التكفيري الوهابي، وعلى رأسها جيش الإسلام وأحرار الشام وجند الأقصى
والحزب التركستاني الإسلامي وحركة المثنى وغير ذلك من المسميات التي لا زالت موضوعة جانبا ويتم التركيز عمليا على داعش والنصرة، وحتى أن هناك محاولات أمريكية دؤوبة تشارك فيها بعض الدول الخليجية لتحييد جبهة النصرة عن التصنيف الإرهابي، وإن كان هذا الأمر شبه مستحيل. بالعودة لدمستورة، الوفد السوري قدم 5 نقاط مكتوبة وواضحة، في حين أن الوفد الآخر قدم 8 عناوين نظرية لا تمثل فعليا أي أرضية للتفاوض، لا تمثل أي قواسم مشتركة بين النظرتين، ويبقى رهان دمستورة الوحيد على تطور العوامل الخارجية المحيطة بالمفاوضات، وأهمها قوة الدفع التي يمثلها الطرفان الأساسيان الأمريكي والروسي، علما أن الرئيس بوتين يسعى لإنجاز الأمر بعناوينه العريضة قبل انتهاء ولاية أوباما الحالية، لأنه لا يريد أن يخاطر بعدم التفاهم مع أي إدارة جديدة في ظل الواقع السياسي الذي يحكم اللحظة الانتخابية الحالية في الولايات المتحدة. أنا أشكرك دكتور واسم. بالانتقال إلى دكتور عدنان ضيفي من بغداد عبر الأقمار الصناعية، هناك من يرى دكتور عدنان أن للمبعوث، يعني نبقى في ندور في فلك ديمستورا اليوم، ديمستورا الذين يقولون عنه أن له رؤية استراتيجية ألا وهي كسب الوقت كما أشرت إلى ضيف العزيز من لبنان، وتأجيل المواجهة بين وفد الرياض ووفد الوفد الحكومي السوري في الجولة الثانية من جنيف 3، طيب، وانتظار أن ينجز الروس والأمريكان بأنفسهم عملية جنيف من دون إرهاق للأمم المتحدة، هل هذا مطابق مع الواقع برأيك دكتور السراج؟ ليس بهذه الصورة. يعني اليوم ديمستورا هو وسيط، وهذا الوسيط يعني عليه أن يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، قد تكاد تكون له وجهة نظر ولكن لا يستطيع أن يطرحها كمشروع أو كبرنامج دون الرجوع إلى الأمم المتحدة بقرار أو برنامج، ويكون بتعضيد من القوى الكبرى كروسيا وأمريكا. وبالتالي اليوم الاتفاق الروسي الأمريكي في تقريب وجهات النظر وعقد مؤتمر جنيف ودعم هذا المؤتمر هو أيضا بدعم أممي واضح جدا، وهذا الدعم الأممي يجسد ديمستورا بتقريب وجهات النظر بشكل كامل وبشكل واضح جدا. قدرته على الحوار وقدرته على الإقناع هو الذي يحدد مسارات تلك اللقاءات، وقدرته على الإقناع بشكل عام جاءت من خلال الدعم الكامل اللي يطلت روسيا وأمريكا إلى جهوده في لملمة الأطراف في جنيف. ولكن أنا أقول اليوم الكثير من المعوقات والكوابح تقف أمام وفود المعارضة حصرا، يعني بمعنى هناك اختلافات واضحة في تفسير وعمل جهات المعارضة. يعني لحد هذه الدقيقة يعني جزء مهم من الشعب السوري وهم الأكراد لن يكونوا ممثلين حقيقيين داخل المؤتمر، وهذا يشكل نقطة ضعف. إضافة لذلك أن المؤتمر للمعارضة هم مؤتمر معارضة الرياض كما تسمى، هناك مؤتمر لمعارضة مصر، وهناك مؤتمر هناك معارضة لموسكو، وهناك معارضة داخلية لسوريا، إذن هناك جملة من المعارضات. هؤلاء لحد هذه الدقيقة لن يحسم أمرهم، وبالتالي ستكون هناك وضعية جديدة كما عبر عليه اليوم جعفري. قال ديمستورا الآن بدأ يرسم شكليات اللقاء، يعني الشكليات العامة سنظل في هذه المرحلة نبقى في الشكليات إلى أن تتوضح الصورة لنبدأ بالدخول ونولج إلى المقررات أو إلى المواد التي يمكن أن نناقشها. فإذا مهمة ديمستورا لا أقول لك سهلة ولكنها صعبة جدا، لأنه يمتاز بالحنكة والصبر وقوة الشخصية والثقة بالنفس العالية بحيث يظهر الآخرين بأنه فعلا قد توصل إلى نتائج حاسمة أو هو قد استطاع أن يجمع الفرقاء. جمع الفرقاء لن يتم بجهود ديمستورا، تم جمعهم بجهود روسيا وأمريكا وحصرا بضغوطات أمريكية على السعودية وقطر لحضور على السعودية وتركيا لحضور وفد المعارضة، وبالتالي هذه الضغوطات أثمرت بمشاركة فرنسية واضحة عندما صرح وزير خارجية فرنسا بأن على المعارضة أن تفهم بأن هذا الحل الأوحد أمامها. طيب. وبالتالي هذه الضغوطات هي التي ساعدت على الحضور إلى جنيف والبدء بهذه العمليات اللي تسمى عمليات الإشكال الشكليات للحوار. طيب أنا أشكرك دكتور السراج. بالانتقال إلى ضيف العزيز دكتور وسيم. دكتور،
يعني في معرض إجابتك قبل كم سؤال أظهرت عدم رضا وأنت غير متفق مع مصطلح الاشتراط، يعني المعارضة يعني الوفد المعارض وفد الرياض لا يجوز له أن يشترط كذا وكذا وكذا. طيب يعني ماذا وراء اشتراط وفد المعارضة أن تقوم الحكومة السورية بتأجيل إجراء الانتخابات التشريعية التي حددت في 13 من نيسان المقبل والالتزام بالمواعيد التي حددت لها؟ تفضل دكتور. أولا ما يسمى بوفد المعارضة كل هذه الاشتراطات هي في خلفيتها تمثل عدم رضا السعوديين عن كل هذا السياق الجاري حتى الآن في جنيف، لأن أولوياتهم يعبر عنها بشكل يومي وزير خارجيتهم وتصعيدهم المحموم ضد حلف المقاومة من بيروت إلى دمشق إلى بغداد إلى طهران، وما جرى بحق حزب الله في الجامعة العربية بكل المؤتمرات التي شهدناها يؤكد حالة التوتر السعودي. المطلوب سعوديا في سوريا البضاعة عمليا هي غير متوفرة، والحق السيادي السوري بتحديد مواعيد أساسية مثل موضوع الانتخابات النيابية كان رسالة سورية واضحة إلى كل المعنيين في العالم أن سوريا لن تساوم على حقوقها السيادية بظل أي مفاوضات قادمة، وأن حدود التنازلات مرتبطة بما يسمى خريطة الطريق كما عبر عنها الوزير وليد المعلم بمؤتمره الصحفي الأخير، والمتمثلة بحكومة موسعة أو حكومة وحدة وطنية منها تنطلق مشروعية تعديل الدستور وتاليا إمكانية أي إجراء أي انتخابات. تبقى مسألة الأجندات والمواعيد، إمكانية تشكيل حكومة من الآن حتى حزيران ومهلة 18 شهر أيضا هي عناوين تبقى خاضعة لحجم التزام الأمريكيين بتعهداتهم تجاه الروس في هذا الموضوع. شكرا دكتور. بالانتقال إلى ضيف العزيز من بغداد دكتور السراج، يعني محادثات جنيف دكتور عدنان ستعقد على 3 مراحل وتنتهي بخارطة طريق كما الكل يعلم، هل تتوقعون الوصول إلى خارطة الطريق المثلى؟ هذا إذا ما نظرنا إلى المعطيات الراهنة دكتور عدنان. أنا أتصور جميع الحضور وأيضا جميع الذين سعوا إلى يعني عقد مؤتمر جنيف يريدون الوصول إلى نتائج سريعة، يعني قد تكون المعارضة هي تبدي نوع من الاعتراضات ونوع من عدم القبول، هذه كلها بضغوطات سعودية واضحة، يعني اليوم السعودية تضغط على وفد المعارضة بأن لا يتخذ قرارات مهمة، يعني اليوم وفد المعارضة يطرح الحوار يجب أن يكون الجانب الإنساني وفتح الحصارات وبعيدا عن الدخول في طبيعة الشكل العام للمفاوضات، وبالتالي اليوم ديمستورا يقول المسألة تتعلق في طبيعة التفاهمات وطبيعة القبول وطبيعة التوصل إلى نقاط مشتركة للبدء منها بالانطلاق إلى مرحلة وضع خارطة الطريق. أنا أتصور الطريق الآن يحمل شيء من الصعوبة، صعوبة رسم هذه الخارطة، ولكن أعتقد بمرور الزمن ونتيجة الموقف الروسي بإعلان الانسحاب من سوريا واتخاذ المواقف المحايدة وأيضا الموقف الأمريكي من السعودية ومن كل مجمل القضية السورية، وأيضا هناك قد تكون تبدلات واضحة في الموقف التركي بعد زيارة رئيس وزراء تركيا إلى إيران والاتفاق على حل الإشكال السوري، بالتأكيد هذا راح يدفع باتجاه التفاوض باتجاه القبول بالآخر ووضع نقاط معينة لخارطة الطريق، ولكنني لا أعتقد أن هذا العمل سيتم خلال شهر أو شهرين أو 3، قد يمتد إلى مدة أطول. طيب دكتور وسيم أنتقل إليك ضيف العزيز، من يقال أن ما يجري في جنيف اليوم ما هو إلا إعادة تدوير ما جرى البحث عنه في جنيف 1 وجنيف 2، يعني حتى أن أحدا من الوفدين لا يعلم إلا ما عبر ما سلف من 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 مواقف، يعني أين يقف الوفد الآخر برأيك دكتور؟ هل هي تراكمات نعم تفضل. أن مسألة إعادة التدوير قد تكون هي بعناوين البحث وآليات النقاش، لكن بالواقع الاستراتيجي الذي يحكم اللحظة الحالية بناء على ميزان القوى وسياق التطورات الطويل منذ جنيف الأول عام 2012
وصولا إلى جنيف الثاني وصولا إلى الآن هو مختلف كليا، وهناك مجموعة هائلة من الحقائق الجديدة على الأرض، والتي وصلت ما بين التدخل الروسي أو الدخول الروسي في 30 أيلول 2015 وحتى الآن إلى ميزان قوى هو الفيصل الحقيقي في رسم قواعد السياسة. ليس من شك أن الروس والأمريكيين يريدون أن يسيلوا هذه الوقائع في عملية سياسية، لكن الخطوط العريضة لهذه العملية السياسية ومآلاتها النهائية لا زالت غير واضحة. وبرأيي أن السياق الزمني وما سيتطور على صعيد الميدان والمواقف الجديدة للدول المعنية في الفترة الزمنية القادمة كلها ستكون عوامل حاسمة في مظهرة الصورة الحقيقية التي سيكون عليها جنيف الجديد. شكرا دكتور. دكتور السراج ضيفي من بغداد، يعني هل استطاع برأيك السوريون بطرفيهم الحكومي والمعارض التقدم إلى الأمام وترك ما كانوا يراوحون فيه يعني منذ أخفاق جولات جنيف الماضية بإحداث اختراق؟ هل لنا أن ننتظر أياما جديدة في جنيف برأيك؟ نعم، قد نحتاج أيام. لا أعتقد اليوم من خلال اللقاء الصحفي الذي تم بين أطراف المعارضة وبين أيضا ممثل ديمستورا لا يشير إلى تقدم واضح، ولكن يشير إلى نقطة مهمة بأن الجانب السوري أشار إلى أن هناك قبول بالمقترحات الخمسة أو بالمحاور الخمسة التي ناقشها الجعفري بعد ديمستورا، وأعتقد أن مثل هكذا محاور قد تفتح الباب لمفاوضات حقيقية على خلاف الثمانية محاور طرحها الجانب المعارض، وهي محاور قد تكاد تكون عناوين لمواضيع لا يمكن أن تتفاوض على أساسها. ولكن الجانب السوري طرح مسألة في غاية الأهمية، هو العودة إلى قرار 2034 الذي يشير بوضوح إلى الدولة السورية ولا يشير إلى الحكومة الانتقالية، وقد يكون هذا الاتفاق هذا القرار هو الأقرب إلى المفهوم السوري لحل الإشكال. وأعتقد ديمستورا قد يتجاوب مع هذا المفهوم في حال إذا وافقت المعارضة على ذلك، بشرط أن تكون هناك اتفاقيات بإضافة الحكومة الانتقالية وإعطاء مدة معينة أو القبول بعمليات انتخاب داخل سوريا. إذن اليوم لن نشهد أي تطور مهم، ليس هناك مؤشرات على تطور مهم، ولكن المؤشر الرئيسي بأن جنيف أصبحت أمرا واقعا، المؤشر الرئيسي بأن كل دول العالم لن تعترض اعتراضا شديدا لحد هذه اللحظة، كما كان متوقع أن تكون السعودية وتركيا عاملان يعني مخربان لجنيف بشكل عام لأنهم لن يرضيا على هذا التوافق. ولذلك أنا أتصور اليوم تجاوز هذا العقدة تم بناء على الانسحاب السوري الروسي من سوريا، مما شجع السعوديون على التعبير بأن هذا مؤشر جيد جدا، والأتراك أيضا عبروا عن ذلك بأن هذا مؤشر جيد جدا، مما يعني إعطاء دفعة قوية وزرقة قوية إلى مؤتمر جنيف للصمود والبقاء لمدة أطول للوصول إلى توافقات على إشكاليات المفاوضات والأسماء التي ستعرض لاحقا لإضافتها إلى المعارضة. شكرا دكتور. بالانتقال إلى ضيف العزيز من لبنان دكتور وسيم. دكتور بزي، إذا ما كان وقف إطلاق النار علامة على أن أطراف الصراع قد أنهكتها الحرب بعد 5 أعوام وأدركت أنه ليس بمقدور أي طرف أن يفوز في هذه المعركة وبالطرق العسكرية لا أحد يفوز فيها، فإن الأمل في التوصل الآن إلى حل سياسي بعد مرور 5 أعوام يمكن أن يكون بداية ناجحة، هل تتفق مع هذه المقولة؟ تفضل دكتور. أنا أوافق معك أنه لا يمكن لأي جهد عسكري حقيقي أن يصل إلى نتائج ملموسة دون تثمير سياسي لهذا الجهد. ونحن من البداية وحتى كل قيادات حلف المقاومة من الرئيس الأسد إلى السيد نصر الله إلى السيد الخامنئي قالوا أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، لكن موضوع وقف الأعمال القتالية بظل موجود وجود إرهاب ينتشر على كامل الجغرافيا السورية وهو القابض الحقيقي على سياق الأرض يدفعنا إلى سؤال جوهري: إذا جرت تفاهمات عملية
من هو الذي سيكون قادر على تطبيق هذه التفاهمات من جهة ما يسمى بالمعارضة، بظل وجود دولة سورية لها قرار مركزي ينطلق الأمر فيه من الرئيس الأسد إلى أصغر جندي على الأرض السورية. الأمر الثاني أن وقف إطلاق النار الأخير لم يأتي نتيجة لتعب الأطراف، وأنا لا أفشي سرا إذا قلت أن العملية العسكرية الكبرى التي بدأت بالشراكة مع الروس هي في منتصفها الآن، ويجب أن تستكمل أهدافها بالنيل من الإرهاب على كافة الجغرافيا السورية، وهذا أمر حتى في ظلال جنيف سيجري استكماله في النهاية بغض النظر عن السياق السياسي المستمر بناء على ما ستفرضه موازين القوى من حقائق سياسية هي التي ستكون الفيصل في تظهير الأمور. أنا أشكرك جزيلا دكتور وسيم. دكتور عدنان السراج ضيفي من بغداد، يعني كيف ينسحب الوضع في سوريا على ما يجري عندنا هنا في العراق؟ هل نتأثر أم نؤثر؟ أين ما يجري في العراق مما يجري في سوريا؟ أنت تعلم أن الحل في سوريا إذا ارتأى إلى التقسيم فالأمر كارثي في العراق. تفضل دكتور. أتصور الوضع السوري والوضع العراقي وضعان متشابهان بعض الشيء مع الفوارق البسيطة، ولكن أتصور اليوم أي تطور إيجابي أو سلبي في كلا الدولتين سيتأثر أحدهما بالآخر، وهذا أمر واضح. ما يحصل في سوريا من محاربة داعش وانتصار الجيش السوري وحلفائه هذا طبعا يشكل نقطة مهمة وإيجابية بالنسبة للعراقيين، وأيضا في نفس الوقت انكسار داعش في مناطق العراقية أيضا في نفس الوقت يشكل علامة مهمة إيجابية بالنسبة للسوريين. إذن مسألة داعش والعدو المشترك والنصرة والعدو المشترك والفئات الإرهابية هو العدو المشترك، وأي تطور سوري باتجاه هذه المسألة يعتبر حلا جيدا. أما بالنسبة للإشكال السوري، الحل السياسي السوري، بالتأكيد العراق أول من نادى بالحل السياسي السوري، أول دولة تحفظت على قرارات جامعة الدول العربية، رفع قرارا إلى الأمم المتحدة، رفع قرارا إلى جامع إلى دول الإسلامية في طهران لاجتماع قادة الدول الإسلامية، رفع قرارا لدول العزم، رفع القرارات العديدة من أجل أن يستحصل على موافقات من أجل الحل السوري. طيب. السياسي الذي يبني على أساس المشاركة وأيضا عزل الإرهاب قبل أن تستفحل الأمور، وبالتالي العراق مع هذا الحل، الحل السياسي مفيد للعراق، ولكن أي حل يفيد العراق؟ هذا الحل الذي لا يفضي إلى الفيدرالية ولا يفضي إلى تقسيم سوريا كما يعني أطلقه وزير خارجية روسيا، ولكن الحل السوري هو حل أن تكون سوريا ضمن سيادة واحدة ودولة واحدة للعراق سياسيا يستفيد من هذا المعنى. بالمناسبة تقسيم سوريا لا يتم إلا بعد تقسيم العراق، لا يتم تقسيم سوريا فعليا ولا لبنان فعليا إلا بعد تقسيم العراق. إذا اتخذ قرار بتقسيم العراق بمعنى المنطقة جميعها تقسمت، بما معنى أنه العراقيون يشكلون نقطة عصب ونقطة استراتيجية مهمة في مشروع التقسيم، والذي الآن أعتقد العراقيون وحتى الدول الأخرى لا تفكر تفكيرا جديا في هذه المسألة. نعم، أنا أشكرك دكتور عدنان. بالانتقال إلى ضيف العزيز دكتور وسيم من 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 بيروت، الملف السوري دكتور بيد من اليوم؟ هل هو بيد أبناء سوريا سواء كانوا في المعارضة أم في السلطة، أم برأيك أن الأمر قد خرج من بين أيديهم؟ تفضل دكتور. يعني بكثير من الموضوعية ليس هناك من شك أننا في لحظة تدويل غير مسبوقة للأزمة السورية، وأن ميدان الصراع السوري هو الذي يعيد رسم خارطة الجغرافيا السياسية في العالم أجمع، وبوتين اتكل على منصته السورية لإعادة تظهير دور روسيا كقوة عظمى ليس فقط على مستوى الإقليم بل على مستوى العالم. لكن هذا لا ينفي أنه في سوريا لا تزال هناك دولة مركزية لها جيش ومؤسسات وحكومة وتدفع الرواتب ولها جسم دبلوماسي، وأن الغرب قد سلم مرغماً أنه عجز عن النيل من شخصية هذه الدولة ورمزيتها وحتى ارتباط هذه الرمزية بشخص الرئيس بشار الأسد على رأسها. لذلك هم الآن بجنيف سلموا مرغمين بمجموعة من الحقائق الحاسمة نتيجة الصمود السوري. نعم دكتور. وبالتالي التدويل هو متعايش مع وجود الشخصية الرسمية للدولة التي لا زالت حاضرة بقوة. بدقيقة واحدة أبقى معك دكتور وسيم ضيف العزيز من لبنان، بدقيقة واحدة لو
سمعت. إذا ما أردنا أن نقيم كل مرحلة، يعني هل أنت متشائم متفائل في إمكانية الوصول إلى حل يبعدنا عن سفك الدماء، أم أن سوريا ماضية إلى التقسيم برأيك؟ بدقيقة لو سمحت. لا، أنا متفائل بكل بساطة، لأن هذا الإرهاب الذي دق أبواب أوروبا واجتاح العاصمة الفرنسية قد أوجد لدى الغرب حقيقة أن لحظة الاستثمار التاريخي على هذا الإرهاب قد وصلت إلى الخطوط الحمراء، وأن الدول المركزية ولو على أساس لا مركزية موسعة هي الوحيدة القادرة في سوريا والعراق على أداء دورها الحاسم وجيوشها في مواجهة هذا الخطر الذي دق الغرب بقوة ولن يستطيع أن يتعامل معه دون أبناء الإقليم. نعم، نفس السؤال دكتور عدنان، ضيفي من بغداد، ضيفي العزيز. يعني إذا ما أردنا أن نقيم كل مرحلة، هل أنت متشائم متفائل في قادم الأيام في إمكانية الوصول بعيدا عن سفك الدماء؟ نريد أن نبتعد عن سفك الدماء دكتور عدنان، أم برأيك أن سوريا هي ماضية إلى التقسيم؟ تفضل. نعم، الجانب الروسي طرح مبدأ القوة العسكرية التي تفضي إلى الحل السياسي، ولكن مع الأسف الشديد أنا كان مراقبتي للموقف أن يتم إسقاط إرجاء حلب وإرجاء إدلب وتدمر، وأيضا السيطرة على شريط المدن الحدودية، وصول إلى قطع الحدود مع تركيا وإسقاط الرقة سيكون مؤشر كامل لحل سلمي حقيقي في سوريا، ولكن هذا المشروع الروسي توقف في النصف. يجب إرجاع حلب ويجب إرجاع إدلب وأيضا إرجاع تدمر وأيضا إسقاط الرقة وطرد داعش منها. عند ذاك أعتقد أن الحل السوري السلمي سيكون واضحا جليا لملء تدخل تركيا في الشأن السوري وملء التدخلات الأخرى في الشأن السوري. عند ذاك سيصبح السوريون أمام أمر واقع ويجلسوا على طاولة المفاوضات بشكل صحيح وواقعي. إذن في نهاية حلقتنا من برنامج ما بعد الخبر من بلادي الفضائية، لا يسعني إلا أن تقدم بجزيل الشكر إلى ضيفي العزيز عبر الأقمار الصناعي مباشرة من العاصمة العراقية بغداد، رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية دكتور عدنان السرات. شكرا دكتور، كنت ضيفا عزيزا علينا في برنامجنا. كذلك أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى ضيف العزيز من العاصمة اللبنانية بيروت المحلل السياسي الدكتور وسيم بزي. شكرا لك دكتور، كنت ضيفا عزيزا علينا في برنامج ما بعد الخبر من بلادي الفضائية. وأتقدم بجزيل الشكر إلى ضيف العزيز الذي كان معي مباشرة عبر سكايب من جنيف، المدير العربي للدراسات السياسية هناك، الأستاذ رياض الصيداوي. والشكر الموصول لكم أحبتي سادتي الكرام مشاهدي قناة بلادي الفضائية، تحياتي وتحيات الكادر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.